للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد العزيز محمد الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بعد التحية، كيف تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وبتحقيق الأهداف المرجوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم هذا اللقاء. حقيقة طبعا بعد التوجيهات السامية من صاحب سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، طبعا على طول تم مباشرة التوجيهات وتنفيذ التوصيات المطلوبة فيها التواجد في جميع المجمعات التجارية والمحلات التجارية. نعم. وكل أماكن يرتادون لها الناس بحيث أن يتم توعيتهم وإرشادهم والوقوف على كل ما هي يعني أمور احترازية تحفظ يعني صحتهم وتحفظ صحة الجميع. ما في شك يعني لله الحمد اليوم نحن بفضل قياداتنا الرشيدة وتوجيهاتهم الحثيثة الدائمة واللي دائما يتابعونها من كل المواقع وكل على كافة المستويات، أن الكل ما شاء الله ملتزم والكل ما شاء الله قائم على أكمل وجه وعلى أتم يعني الأمور اللي إحنا دائما نحث ونتمنى أنه ما يكونون فيها البعد الاجتماعي، فيها اللبس الكمامات، فيها اللبس يعني مثل القفازات والأخذ الحيطة والحذر. نعم سيد عبد العزيز، كيف تقيم نجاح الحملات التفتيشية أيضا؟ ولو نتحدث بشكل مبسط عن أهمية الإرشادات الداعمة التوعوية. ما في شك احنا مثل ما تفضلتي يعني اليوم ما شاء الله كل المواطنين والمقيمين قاعد توصلهم الإرشادات من كافة يعني التواصل الاجتماعي وحتى التواصل معهم عن طريق المفتشين أو عن طريق الجهات المعنية ذو الاختصاص. حقيقة يعني الكل يعني قايم دوره وفاهم دوره شو اللي مطلوب منه. حقيقة لم نجد أي صعوبة في التواصل مع الناس والكل قادر يعني يشوف بعينه ويشوف الناس شلون مخذين الحيطة والحذر. نعم. وما في شك أن احنا يعني دائما نتواجد في هذه المجمعات، لو لاحظنا أي شيء يخالف ذلك يمكن قد يكون شيء بسيط ولا يذكر أن يتم يعني توجيه إدارة المجمع أو إدارة المحل نفسه بحيث أنه لا بد أن يكونوا يأخذون فيها الحيطة والحذر والبعد الاجتماعي ولبس الكمامات بحيث أنه يكون الإنسان يحافظ على نفسه أولا قبل الحفاظ على اللي حوله في المكان نفسه. نعم، ربما النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هو دور المتطوعين اليوم في هذه الحملة وفي هذه يعني في توعية يعني الأسواق أو المرتادين للأسواق، ما هو دورهم اليوم؟ ما في شك اللهم لك الحمد استفدنا من عدد كبير حقيقة من المتطوعين، وشكر لك هذا السؤال اللي فعلا من خلاله أقدر أنا أتقدم بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل متطوع في البحرين، وما شاء الله البحرين تحظى باهتمام ويعني ومتابعة من قيادتنا الرشيدة في هذه التوجيهات واللي خلت الناس فعلا الكل وده أن يساهم ويبادر في التواجد في هذه الحملة. احنا استفدنا من 70 يعني متطوع تم يعني إرشادهم وتعليمهم بحيث أنهم إيش اللي ممكن يكونون يعملون في ذي اللحظات وفيها أنهم يكونون يعني يرشدون الناس فيها ويوعونهم. نعم. وتم توزيعهم على كافة المحافظات في مملكة البحرين وعلى جميع المواقع والكل قائم بأكمل يعني وجه بأداء مهامه ودوره، وما في شك اللهم لك الحمد يعني ما لقينا أي صعوبات في التواصل معهم، وهم هم كذلك ما لقوا أي صعوبات أو مشاكل مع من هم يعني يرشدونهم أو يوجهونهم. نعم. الله أكرم علينا بحكومة رشيدة كريمة وأكرم علينا بشعب اللهم لك الحمد له الوعي وله المقدرة والمعرفة في كل الجوانب. نعم، السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.